طيب بخصوص هذا السكشن، لو كان عندي انا بيم مصنوع من ماده واحده تكون السنترويد له عادي والمومنت فلكشن عادي والستريس له عادي، اما لو كان عندي مادتين، لو كان عندي مادتين راح احكي الستريس بده يساوي ان في ام سي على اي. شو الان هسه بنتعلمها؟ الاي اي جديده والسي سي جديده، شو هذول؟ احنا هسه رح نتعلمهم. طيب عندنا زي هيك، لو عندي سكشن في عندي ألمنيوم وستيل، ارتفاع السكشن زي هيك، فلاحظ انه هذا السنتر الاصلي على 5.5، يعني هون لا بيكون هون السنتر 5.5، تمام؟ فهسه هذا الشيء انا راح اقول لك خطا. ليش خطا؟ لانه السنترود هون مش الي، هذول مادتين مختلفات. فشو بدي اعمل؟ بدي اوجد، بدي اخلي السكشن كله موحد، يعني انا بدي اعمل له ترانسفورم، بدي احوله، بدي احول يا كل السكشن المنيوم يا كل السكشن ستيل. هسه دائما الافضل كبر لا تصغر، يعني انا هذا الستيل مشان اخليه يساوي الالمنيوم راح اكبره مثلا او اصغره حسب الاي. فالالمنيوم في عندي انا اي 1 وعندي اي 2، تمام؟ هسه اي 1 واي 2 لو فرضنا انه هسه هاي، خليني اجيها على مثال ولا اقول لكم دقيقه بس لاني انا هاي بس ناسب مين اضرب. خليني ارجع للشرح على السريع، بس دقيقه الله بعينكم. طيب طيب هون اي 2 واي 1، فايش بعمل؟ إذا عندي E2 أكبر من E1، يعني الستيل هسه طبعا هاي E2 بنفرضها وهاي E1، تمام؟ لو عندي الـ E2 أكبر من E1، يعني المودلس اوف إلاستيسيتي للستيل أعلى من الألمنيوم، شو بدي أعمل أنا؟ بدي أطلع ثابت اسمه N. الآن بده يساوي الكبير على الصغير، الكبير على الصغير، تمام؟ لو فرضنا هاي 50 وهاي 25، فالان تساوي 50 على 25، فكم تساوي؟ كم تساوي؟ 2. فالان 2. طيب هاي الان شو بدي اعمل فيها؟ ثبتها. هسه الان للماده الكبيره بتساوي 2، يعني هاي الان لها تساوي 2 وهاي الان لها تساوي 1، يعني هاي ما بدي اضربها بشيء، هاي ما بدي اضربها بشيء، الان لها دائما 1 وهاي الان لها تساوي 2. طيب شو بدي اعمل هسه؟ هسه بدي امسك السكشن اللي له اي اكبر. ايش اللي له اي اكبر؟ الاي 2. شو بدي اعمل؟ بدي اضربه بان. طيب اضرب السته ولا اضرب العشره؟ هسه اغلب الاسئله بحكي لي انه المومنت زي هيك، فلما يكون المومنت زي هيك بدي اكبر المسافه هاي، تمام؟ اكبر المسافه هاي. فاحنا هسه شو بصير عندي؟ خلينا نمسح هاي التخبيص. شو بنعمل؟ راح نحكي انه السكشن هاف العشرة هاي بدي اضربها بان، بس لمين؟ للستيل مش للالمنيوم. فبتصير الان بتصير هاي 20. كيف بتصير؟ هسه هاي 10 صح، وانا مين كبرت؟ الستيل. بدي اخليها كم؟ اضربها باثنين فبتصير 20. فهاي الستيل صارت هيك 20. الستة بتضل زي ما هي، بطلع ستة وبطلع ستة من هون، بس الالمنيوم ب 10 بعدها. فانا بدي تصير هيك شكل السكشن، بصير زي هيك. هاي كم؟ هاي 10 ثابت ظلت زي ما هي، وهاي كم؟ ضربت باثنين، فصار السكشن زي هيك. فصار السكشن مش مستطيل، فصار عندي سنترويد جديد، صار عندي ان جديده. طيب نجي على شكل احسن، او مش شكل احسن، نجي على امثله هون. يعني مثلا عندي هون عندي ابار obtained for bonding together steel، الاي للستيل 29 والاي للبراس 15. ذا كروس سكشن هذا السكشن، هذا الستيل وهذا البراس، تمام؟ فشو بدي اعمل انا هسه؟ بدي اطلع اول شيء الان. الان تساوي الكبير على الصغير 29 على 15، ننتبه الوحدات نفسها 10 قوس 6 10 قوس 6 خلص يعني. فالان كم تساوي؟ 29 تقسيم 15 تطلع معي 1.93، 1.93. فشو بدي اعمل هاي؟ هاي بدي اضربها للاي له اعلى، اي له اعلى. طيب مين اللي اعلى؟ الستيل. فبدي اضرب هاي
وهاي بواحد بوينت تسعة ثلاثة، هاي بوينت سبعة خمسة، ضرب الانسر واحد بوينت أربعة خمسة. تمام، فهذا السكشن بدي احوله، كيف هذا بدي احوله؟ طبعا هي الرسمي هون، بس انا كيف بدي انا كيف بدي اشتغلها؟ هذا البراس الصغير بيظل زي ما هو، فبرسمه زي ما هو. تمام، والستيل بضربه بالان، فصار ضربته بالان 1.45، وهي الستيل ثابته بتضل زي ما هي. بس لاحظ انه الماده صارت كلها ماده واحده، فهذول الخطوط عندي بشيلهم، ما له هيك. طيب فخلص بعتبر هو صار ماده واحده، فالخطوط اللي بالنص ما بتهمني. فصار الشكل كامل 0.4 و0.4 و1.54، او هي كامله كم؟ بتكون هاي 2.25، فهي 2.25، وهذا الارتفاع كامل 3 لانه هي 3، ظل زي ما هو وخلص. فصار مستطيل، فالسكشن فكم السنترويد له؟ 1.5. كم المومنت؟ 40. افرض يعمل موجب كونه ما حكى لي، فالستريس، الستريس لمين؟ هسه الستريس في صار عندي ستريس للستيل وستريس للبراس. الستيل له اعلى، شو بعمل؟ الان له كم؟ 1.93 ضرب المومنت ضرب السي على المومنت اوف انرشيا اللي انا راح اطلعها امسي على بعد. اما الستريس للالمنيوم بدها تكون واحد، او البراس، البراس مش المنيوم، بدها تكون واحد في ام في سي على الاي نفسه. بس السكشن هذا الفهم، بس عارفين انه كيف نصغر ونكبر، والفكره بس تصغير وتكبير. هسه بنحل امثله اكثر عليها. شايف اول خطوه بطلع الان، ثاني شيء بكبر، بطلع المومنت اوف انرشيا زي ما هي، كل شيء ثابت عندي. فالستريس للبراس بيكون زي ما هو، اما الستيل بضرب بالان، شايفين ضرب بالان، ضرب بالان. طيب في شغله عندي، هذا كان عندي مادتين. طيب هسه موضوع الكونكريت اكيد شرحه، بس انا ما شرح لي بالحياه العمليه فما بعرف اشرحه، مش مشكله. عندي هون، عندي هون خشب وحديد، مادتين مختلفات. تمام، معطيني الاي هاي لها 200 وهي اي لها 12.5. شو بعمل؟ بقسم ال 200 على 12.5 بتطلع 16. ما شرحش الكونكريت؟ ممتاز. اذا ما انت عسل يا انس، انت عسل. طيب في عندي هون خشب وحديد، وخشب وحديد، فشو بدي اعمل؟ هو طلب مني اوجد الماكسيمم ستريس بالخشب، اوجد ماكسيمم ستريس بالستيل، بس وين؟ كله بالتوب ايدج، يعني على اعلى شيء، اعلى شيء. طيب شو بدي اعمل هسه؟ بدي اطلع اول خطوه الان، الان كم؟ 200 على 15، 200 12.5، وكم بتساوي؟ هاي 16. هسه ال 16 بايش تضربها؟ بالاي اللي لها اكبر. كم الخشب؟ 200 هي الاكبر، فبدي اضرب الخشب 16، بدي اضرب هاي الجهه ب 16، بضرب هاي الجهه ب 16، طبعا وهاي برضه 16 وهاي ب 16. فكيف بصير الشكل؟ بس خليني اتاكد انا بحكي صح ولا لا. هيها كبر الستيل، الستيل له 200، الستيل له 200، فانا بدي اضرب هاي 16، بدي اضرب هاي ال 20 ب 16، فكيف بصير السكشن؟ بصير السكشن عندي 200 ب 16 كم؟ 200 ضرب 16 يكون 3200، فمن فوق 3200، ومن تحت هاي هذا الجزء الصغير 20 ضرب 16 320، فهي هيك صارت 320. اما الباقي الخشب بضل زي ما هو، خشب، بس الخشب بضل وين؟ قديش مسافته؟ 75، فبتكون بس هاي 75 وهاي 75. بسكر الشكل، يعني هون عادي، ها هون بضل في زيادة ما ليش فيها، هاي شغلات الستيل ما إلي فيها. هاي شايفين أنا خلص الخشب ثابت زي ما هو، ما بكبره، أنا كبرت الستيل، فكل شيء بتكبر الستيل اتفقنا. فهسا إيش بدي أعمل؟ طلع السنترويد، طلع السنترويد لهذا الشكل. فإيش؟ تحسب الستريس وطلع المومنت اوف انرشيا طلعتهم. فهسا بدي احسب الستريس، هو طلب مني الستريس بالتوب ايدج، الستريس بالتوب ايدج بالنسبه للستيل، فبضرب ان في ام سي على اي. هسا كم
التوب ايدج هي 120 بس، ف 120 وهاي المومنت وهاي الانرشيا وهاي 16 هاي انساها، اللي بنسى 16 اضربه كف، والان واحد هون. هذا كان عندي مادتين، اذا كان عندي ثلاث مواد او اكثر شو اعمل؟ عندي ثلاث مواد، طيب مثلا هذا مادتين، مين اللي له اكبر؟ مودلس اوف الاستيسيتي البراس، هذا البراس، فبدي اكبر هاي الجهه، كبرها زي هيك مثلا، وهي بكبرها زي هيك، فالسكشن بصير سكشن معين، حل الكتاب غير. انتم بتسموا الطريقه اللي بشرحها، هون نفس الطريقه. بس هون حكى لك فيرتيكال اكسس، فيرتيكال اكسس، فبدي بدي اكبر هاي، اكبر هاي، اما اذا هورزنتال اكسس بكبر هاي وبكبر هاي، تمام؟ طيب نيجي على الشيء الازنخ شوي. طيب هذا الشكل، هذا الشكل يعطيني 5 ميتال ستريبس، في عندي خمس معادن، كل واحدة لها ابعاد نص بواحد ونص، يعني هاي واحد ونص وهاي نص. قال لي بنت توجذر فور كومبوزيت بيم، شلون هذا بيم؟ ذا مودلس اوف الاستيسيتي از 30 للستيل، وين الستيل؟ هاي 30 و15 للبراس، هاي 15 وهاي 15، والعشرة للألمنيوم، هاي عشرة وهاي عشرة. وقال لي البيم horizontal axis، يعني إيش إيش بضاعف؟ بضاعف الأفقية وبكعب الأفقي العمودي. وقال لي إذا المومنت 12 أوجد الماكسيموم ستريس كل متر، أوجد الراديوس أوف كيرفتشر. طيب أنا شو بدي أعمل؟ أول خطوة بدي أطلع الأن، بس بصير عندي أكثر من أن، عندي الأن للإشي الصغير اللي هو الألمنيوم واحد، هاي متفقين عليها، والان للبراس بدها تكون الكبير، البراس كم له؟ 15، كم الالمنيوم؟ 10، فكم بتكون لها؟ 1.5، وهي ان براس وهي ان الالمنيوم، في عندي ان ستيل تساوي 30 على 10 وتساوي 3. يعني دائما بثبت، بخلي المقام هو اللي اصغر قيمه له، فهون الانات 1 1.5 و3. فشو بدي اعمل انا هسه؟ بدي اغير الشكل، الالمنيوم بضل زي ما هو، بضل 1.5، هاي 1.5، هسه الستيل بدي اضربه بثلاث، فال 1.5 ضرب 3، فبصير الستيل عندي 4.5 له، هسه بطلع نص عادي زي ما هو، بعدين شو بعمل؟ بصير 4.5، يعني اذا هاي 1.5 بدي ازيد من هون عدد، وبدي ازيد من هون عدد، كم بدي ازيد؟ قديش بده يضل من 4.5 ل 3؟ بدي ازيد 1.5 هيك، زود 1.5 هيك، بعدين بدي اطلع نص، طلعت نص، بعدين الستيل شو بعمل؟ دقيقة هون بضربها ب 1.5، هذا براس، فالبراس 1.5 ضرب مين؟ ضرب ال 1.5، فبتكون 2.25، فقديش 2.25 ناقص 1.5؟ 75، فبده ياخذ من هون نص ال 75 ومن هون نص ال 75، بطلع 6. بعدين الستيل بدي اضرب ب 3، فبدي يمشي زي هيك، يعني بدي اكبر زي هيك، بعدين برجع ايش؟ بصغر. ليش؟ انا هون رجع مصغر، يعني هون هاي منطقة الستيل كاملة. فهذا هو الشكل، هيك الشكل، هاي المنطقة، هسا الشكل كامل صار شكل واحد، فشو بدي أعمل بهذا الشكل؟ بدي أطلع له السنترويد، طبعاً هاي المسافة كلها 4.5، وهاي المسافة، وهاي المسافة 2.25، تمام؟ هسا طلع لهذا السنترويد، بطلع الآي، بس بدي أقول لكم شغلة مهمة كثير. لو فرضنا السنترويد هون، تمام؟ هسه لما يطلب مني ماكسيمم كل ماده، مثلا هذا السنترويد بشكل عام، بس هاي الومنيوم، هاي براس، هاي ستيل،
وهاي براس هاي الومنيوم. هسه اذا حكى لي اوجد الماكسيمم ستريس، دائما الماكسيمم ستريس من النيوترال اكسس لابعد نقطه للماده. يعني هسه في عندي هون ماكسيمم ستريس لاكثر من ماده، لو حكى لي اوجد الماكسيمم براس للستيل، فشو بعمل انا؟ بشوف الماكسيمم من هون والماكسيمم من هون، مين الاكبر بينهم؟ هي بتكون ماكسيمم ستريس. يعني لو فرضت هاي واحد وهاي اثنين، فبتكون السي للماكسيمم تساوي اثنين. تمام، السي للماكسيمم تساوي اثنين. لو طلب مني سي مينيمم بقول لك زيرو زيرو. تمام، اذا كان عندي الماده اللي بدي احسب لها الاسترس للنيوترال اكسس جواتها، للنيوترال اكسس جواتها المينيمم ستريس يساوي زيرو. اما اذا طلب مني الماكسيمم باخذ ابعد مسافه. طيب نروح بالنسبه لمين؟ للبراس. نروح للبراس، هاي حدود البراس، هاي حدود البراس. هسه طلب مني اوجد مينيمم نورمال ستريس، المينيمم نورمال ستريس بتشوف السنترويد، بتشوف اصغر قيمه من هون وبتشوف اصغر قيمه من هون، بتكون هي قيمه الستريس مينيمم بالنسبه للبراس. هسه اذا طلب مني ماكسيمم باخذ ابعد مسافه، فباخذ يا هاي يا باخذ هاي. وبالنسبه للالمنيوم المينيمم بتكون نفس هاي والماكسيمم بتكون اللي فوق، او بالعكس هاي او هاي حسب مين الابعد. يعني الشغله اللي بدي انبه عليها، الستريس مينيمم يساوي زيرو when neutral axis at او جوا الماده inside material. يعني اذا النيوترال اكسس جوا الماده مباشره الستريس مينيمم. يعني لو فرضنا النيوترال اكسس هون، فبقول لك المينيمم نورمال ستريس للبراس زيرو، والستيل بيكون الستيل كم بدها تكون المينيمم؟ اقرب مسافه للستيل. طب الماكسيمم ابعد مسافه للستيل. وضحت هاي الكومبوزيت سكشن؟ وضحت او كيف اكبر؟ بكبر الانات حسب الماده، الاكبر ماده وبكبر الضلع الافقي. بس اذا حكى لي المومنت فيرتيكال، هاي بالنسبه للراديوس اوف كافجر، باخذ الاي لمين؟ للاقل، اقل اي. هسه الراديوس اوف كافجر يكون ام، قصدي اي اي على ام، صح؟ راح تقول لي اه، طيب اي اخذ اي اي فيهم؟ بقول لك بتاخذ اي الاقل، اي الاقل، دائما خذ اي الاقل. يعني هاي روح امثله الكتاب، خذ امثله الكتاب كامله. تقدر نشوف هذا السؤال مثلا، قال لي اوجد الراديوس اوف كيرفجر، فاخذ اي الاقل، كمل اي للالومنيوم. لو نرجع لهون الالومنيوم اقل 75، فدائما خذ الراديوس اوف كيرفجر، بتاخذ الاي للماده الاقل. بخصوص النورمال ستريس الماكسيمم ابعد مسافه عن النيوترال اكسس، والمينيمم اقل مسافه عن النيوترال اكسس. اذا كانت جوا الماده زي هيك، ما في مسافه عن النيوترال اكسس، فبكون زيرو. اما الماكسيمم بتكون يا هاي يا هاي، مين الاكبر؟ هاي. وضحت؟ حد عنده سؤال على المادتين؟ خالد عندك سؤال؟ لا هو بخصوص هاي المينيمم والماكسيمم وضحت؟ مشروحه هيك برشة تبتسيت هاشي موجوده مشروحه؟ لا، لاني خايف اكون انا عاكس. اذا كانت برا الماده تكون المينيمم هاي، بس ما اتوقع برشة اني كاتبه هون. مش مكتوب هون، بتوقع اللي حكيته انا صح، انه المينيمم اذا كانت جوا. ايش سؤالي انه لو كان عندي مادتين هذول وحكى لي اوجد المينيمم ستريس بالكوبر بالنحاس، كم المينيمم ستريس؟ بقول لك زيرو. اما الماكسيمم ستريس باخذ المسافه البعيده. اما لو طلب كان السنترويد عندي هيك. نعم،
أو نفس الشيء شارح هذا الحكي إنه المينيمم والماكسيمم لنفس المادة. المينيمم إذا كان جوا السنترويد، السنترويد كان جوا المادة بيكون زيرو صح؟ صحيح. ولو بده الألمنيوم بتكون هاي المينيمم ستريس، تكون هاي الماكسيمم ستريس. صحيح. طيب موضوع الكونكريت ما شرحه اللي هو ها، متأكد يا أنس؟ ما شرحه. هذا الاي كراك والبي اكس اكس تكعيب. طب هذا كل فصل مش راح نجيب عليه ولا هو لسه ما خلص لا يا زلمه خلصناه، صرنا في شابتر 7. دخل 7 ودخل 7 وهذا ترك. هو رجع زي ماده فارس لانه شابتر 7 في المور سيركل. طيب مش مشكله لو اعطانا هذا ريح. طيب الاسنتريسيتي دخله صح؟ نعم الاسنتريسيتي اوف لودينج دخله. اسنتريك لود نشرحها هسه ولا بعدين؟ عادي انا فاضي ترى الفتره هاي ولا هي خلص ترتاحوا؟ لا خليه بعدين تندرسه عشان نركز اكثر. عشان ادخل ريكورد.